عقد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اجتماعا هاتفيا مع سعادة السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي. وتم خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مجال المناخ والجهود الدولية الهادفة للحد من آثار تغير المناخ. وأشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا بعودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية باريس لتغير المناخ وبالجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه رفع مستوى الاستعداد الدولي لمؤتمر تغير المناخ المزمع إقامته في اسكتلندا، مؤكدا حرص مملكة البحرين على زيادة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناخ والمحافظة على البيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانبه أكد سعادة السيد جون كيري أن مملكة البحرين تعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، معبرا عن اعتزازه بمستوى العلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بمملكة البحرين، مؤكدا الحرص على زيادة التعاون في مجال المناخ والبيئة. ودعا سعادة السيد جون كيري إلى مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر القادة لتغير المناخ المزمع عقده في أبريل القادم لمحاولة رفع الطموح في غلاسكو، معربا عن تقديره للدور الهام الذي تتولاه مملكة البحرين من خلال منصبها كنائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذي ساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.